السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانت بتكتب اي كلام بحث علمي او حتى المقالات، المفروض ان احنا نحاول نفحص الكلام اللي هنكتبه هل في اخطاء ولا لا، سواء عربي او انجليزي او اي لغة تانية، احتراما للغة وعشان نقلل الفهم الخاطئ للكلام. ففي عندنا موقع اسمه لسان، ده بيركز على اللغة العربية بحيث ان لو في اي خطأ يبدأ يقولك خلي بالك ان الكلمة دي فيها خطأ، المفروض مثلا تترفع او تتنسب او ليه تبقى تحتها نقطتين او مش تحتها نقطتين. هو بيعمل لك تدقيق املائي بحيث تتاكد ان مفيش اي اخطاء. تمام، اول ما بتكتب هو بيبدا يفحص ويقول لك ايه الاخطاء اللي موجوده. والميزه ان هو بقى موجود، تقدر تسطبه جوه جوجل كروم او فايرفوكس او اتش، تسطب في المتصفح بحيث وانت بتكتب الرسائل يبدا ان هو يفحص لك الرساله بتاعتك ويقول لك اذا كان فيها اخطاء. طيب ده بالنسبة بقى للغة الإنجليزية، برضه في أداة تستطبع جوجل كروم بحيث إن هو يفحص لك المقالة بتاعتك ويتأكد لك إن مفيش أي أخطاء خالص. هو ممتاز جدا، أنا بستخدمه كتير جدا جدا يعني، بالذات في الرسايل. كتبت إيميل بقول له أعد صياغتها بشكل احترافي ويبدأ إن هو يعيد صياغة الكلام اللي أنت عايز تقوله. تمام، لايك أز أبرو. اي حاجه هتكتبها له هيبدا ان هو يفحصها. ده مثلا مقاله كنت بشوفها في الويكيبيديا، ممكن ناخد منها كلام مثلا بالشكل دوت اهو، وتقول له اعد صياغه. هيبدا بقى بعض الكلمات يغيرها بحيث يخليها بروفيشنال اكتر. هو في شوية مزايا، ممكن تقول له أنا عايز كرييتيف، عايز سيمبل، عايز فورمال، عن فورمال وهكذا. طيب بعد كده في جراملي، ده برضو موقع ممتاز، في أخطاء إملائية مش إملائية، كل حاجة بيبدأ إن هو يفحصها ويتأكد منها ويقول لك عدد الأخطاء اللي موجودة وإزاي إن أنت تصلحها. وموجود منه أدنس بتسطب جوه الوورد، وموجودة جوه كروم، وموجودة منه جوه المتصفحات، يعني مطرح ما تروح هتلاقيه. فهو هنا دي المسافة أعتقد. تمام أهي، تقدر تشوف الأخطاء، هاف المفروض تبقى هاز. تمام، فتبدأ إن أنت تعدل. بيقول لك بقى في شوية حاجات additional writing issue، تبدأ تختار إيه الحاجة اللي أنت عايز تعدلها. تمام، ويقول لك أنت في المستوى أنهي مستوى دلوقتي. هو الصراحة من التولز القوية اللي الواحد بيستخدمها كتير، وتقدر تستخدمها في الايفون، في الايباد، في الويندوز، في الاندرويد، مطرح ما انت عايز. ده برضو ذكاء صناعي، هو كلهم تقريبا بيعتمدوا على الذكاء الاصطناعي. برضو اول ما تكتب اي حاجة بيبدأ يفحصها لك تشيك ويقول لك اذا كانت فيها اي اخطاء بحيث ان انت تتجنبها. فدي ادوات مهمة جدا، بالذات بالذات للبحث العلمي، بالذات مينفعش تكتب برسالة بحث علمي او رسالة دكتوراه او ماجستير يكون فيها أخطاء إملائية، لأن طبعا ممكن تتفهم بشكل آخر أو تتفهم بشكل خاطئ، فلازم إن أنت تعمل تشيك على البحث بتاعك قبل ما تقدمه.